في أزمة في حياتي كل كام سنة لازم أعملها وأرجع أندم وأجيب ناس معايا تندم. القصة، القصة اللي ناس كتيرة بتحبها وبقت طالعة موضة، وفي ناس تحبها عشان بتصغر السن هي أو موضة كيوت. دلوقتي على فكرة. أنا أعمل القصة من هنا أقلب من بتوع شمال آسيا وشرق آسيا، مع كل احترامي ليهم، في حاجة بتبوظ جوه في وشي. القصة تليق على مين؟ وإزاي أعرف أعمل لها روتين يومي؟ لأن القصة لو الشعر مش نازل ليس كده وستريت لازم كل يوم تتعمل، يعني بالظبط. عايزة أعرف تليق على مين، واللي عنده قصة إزاي يحافظ على إنها يبقى شكلها حلو من غير ما يروح للكوافير كل يوم. لوجه الله، نصيحة لوجه الله. هي لازم طبعا هتعيدي عليها، لازم هتعاد عليها لا بالاستشوار، قول لي لان الأول تليق على اسرها مين؟ إيه اللي بيبوظ اولا الدنيا؟ اكتر حد تليق عليه اللي جبهته عريضه شويه، لان في بنات أما أنا تبقى جبهتي عريضة. ما هو في بنات جبهتها، احنا بنتكلم على اللي تليق عليه وتبقى حلوه جدا، ولو اتوظفت وهنا في شويه ديجرادي حاجات كده يعني عايز اقول متقطعه، مش عايز حركات اقول كده، في فناكيش كده يمين واحده طويله وشمال. واحده قصيره وبتاع، هتدي شكل الوش رائع وشقي كمان، بتدي شقاوه. ولو اتعملت ما تعملش تقيله قوي هتبقى جميله جدا. احافظ عليها ازاي بقى؟ يعني اولا لازم ابعد عن المايه خالص، لان هي المايه اللي ما تنفعش بقى دي مع وضوء ولا مع يعني حر لا، ولا ما هي دي المشكله. بس يعني